أكيد مستمرين حضورنا الكرام ومعي الأستاذ موسى حيازع. اليوم ما شاء الله حاضر في بطولة AMY الخامسة، واليوم لاحظنا ما شاء الله دائما التكريم حاضر لرئيس رابطة كرة القدم بمحافظة جدة أستاذ محمد حاسر. اليوم عنوان هذا التكريم؟ والله صراحة أنا الأستاذ محمد حاسر، أول شيء يعطيكم العافية على هذا التنسيق، وشكر أيضا للحضور على هذه البطولة وعلى هذا النهائي المميز إن شاء الله اللي بيظفر فيه أحد الفرق. صراحة اليوم مبادرة سلطان منال، يعني جينا اليوم لتكريم الأستاذ محمد حاسر سلامة، نظير جهوده المتميزة صراحة والواضح على مستوى فرق الأحياء بمدينة جدة، له بصمة واضحة، وحبينا اليوم نهديه ونكرمه بدرع سلطان منال لأجل بصمته، وبإذن الله القادم أجمل على مستوى مدينة بإذن الله. ونختمها ما شاء الله مع الصفقة هذه، وإن شاء الله نستكمل شورت ثاني ممتع وشرفتنا. الله يسلمك إن شاء الله، وفرصة سعيدة. شكرا لك. Audio Jungle.